السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نهضروا على واحد الحاجة قبل لي كنترول وقبل ما نرجع إن شاء الله للقراية. الموضوع تاعنا اليوم هو إرادة الفشل. ضروري كل واحد في قرارة نفسه غادي يقول أنا مستحيل تكون عندي إرادة الفشل، ومستحيل نكون أنا ندفع نفسي للفشل ولا باغي الفشل لروحي. بصح كاين واحد التصرفات اللي حنا نديروها تجاه انفسنا وتجاه اهدافنا والمهام نتاعنا اللي بطريقه او باخرى توصلنا للفشل. تسمى انت بدون ادراك راك تقوم بممارسات يفشلوك ويمنعوك من انك تطور نفسك او توصل لوين باغي توصل. مالا كيفاش نعرف واش هي اراده الفشل واذا راهي معشه في داخلي ولا لا؟ الواحد فيكم يلقى روحه مثلا كيجي يحفظ وما يقدرش يحفظ ولا يتعرض لصعوبات في الفهامه، يقول مباشره اوه انا ما نقدرش نحفظ وانا ما نقدرش نقرا وانا مانيش نتاع قرايه وهذا الموديل هذا ما يعجبنيش وراسي ثقيل على الحفاظه. وهذا الهضره كامل اللي راك تقولها لنفسك اكيد راها تاثر فيك من الداخل وتبقى يعني مع مرور الوقت تولي كقناعات تنعكس على الانتاجيه نتاعك وتخلي قدراتك محدوده. اصلا يعني احنا اللي صوالح اللي نعيشوها هي جزء من تصوراتنا للامور، يعني افكارنا والتخمام اللي نخموه يعني بطريقه او باخرى يولي يدخل في حياتنا. تسمى تفكر نفسك انك فاشل راح تولي انسان فاشل مع مرور الوقت، تفكر نفسك انك انسان ناجح تفكر في نفسك ولا تعتبر نفسك انسان ناجح اكيد النجاح راح يولي اصلا تصرفاتك تولي تؤدي بيك الى النجاح. داكور، افكارنا هي اللي قدرت تخلينا ننجحوا وافكارنا هي اللي تخلينا نفشلوا وافكارنا هي اللي قدرت تخلينا اشخاص سعداء ولا اشخاص تعساء. معناه اذا كنت انا نخمم بطريقه سلبيه مثلا كي نكون راجع ولا نكون نقرا ولا نكون باغي نوصل حاجه حطيتها في راسي قبل حتى ما ننطلق وقبل حتى ما ناخذ على عاتقي هذاك التحدي، نلقى روحي واش قاعد ندير؟ انا مستحيل نقدر نديرها، انا انسان في ساعه نمل ونعيا واصلا الناس ما مش مثقين فيا بلي نقدر ندير هاد الصوالح. حتى اصلا كي يشوفوني يقول مستحيل نقدر ندير هكا، انا ما نقدرش اصلا، انا بروحي مش مقتنع بروحي بلي نقدر ندير هكا ولا ما نقدرش. هاد الصوالح كامل يأثروا على الإنسان ويخلوه مستحيل يقدر يحقق أحلامه، وهو في داخل يعني هو في داخل الأفكار السلبية هذه يعني مستحيل يقدر يأفونسي، دايما يبقى في البصل اللي حابس فيها هذا إذا ما تراجعش. مثلا أنا كي كنا في وقت نتاع لي كونترول صح كنا كاملين سورتو مع عامنا الأول ومازال ماناش خارجين على الوضعية ومازال ماناش فاهمين الأمور كيفاش تمشي وكاع، كنا يعني في كان باقي لنا وقت قصير ولكن ما كناش مراجعين كامل وما كناش كل واحد ما كانش واثق من انه نفسه انه هو مراجع بالدرجه اللي يقدر يجيب فيها معين. كانوا كاينين اشخاص اللي قال لك الوقت ما يكفيش معناتها انا ما نقدرش نقرا معناتها صاي ما نقراش، وكاينين واحد اخرين اللي قال لك نسيي. وانا كنت مع هذوك اللي سيينا لو ماكسيموم اننا نرفضوا واش قدرنا نرفضوا، صحيح اننا متاخرين ولكن على الاقل شي ندو، يعني كي تدخل على الاقل شي عندك نسبه 50% نسبه 60% سييت حفظتها ولا سييت فهمتها ولا المهم كاينها كاينه في راسك. هذوك الاشخاص يعني كامل كانت عندنا نفس المده وكلنا كنا متاخرين لكننا حنا على الاقل شي اخذنا ذاك التحدي، ولكن اشخاص كاين اشخاص ما اخذوش ذاك التحدي في التالي ما طلعوش العام، ما طلعوش السيمستر ماشي العام، وان شاء الله يا ربي يطلعوا السيمستر وان شاء الله يطلعوا العام وان شاء الله يا ربي يوفقنا كاملين. المهم الاشخاص هذو اللي قاعدوا يقول لك بلي انا ما نقدرش وراني روطار ومحال نقدر نهز فراسي وصايد، داك الافكار السلبيه ما خلاتش يقدر حتى يرفض الكاي تاعه ولا يرفض الكور تاعه ويقراه، وما قراش وما طلعش سيمستر. ولكن اشخاص والله العظيم حنايا درنا داك يعني انا قلت الله يسهل نسي نحفظ واللي قدرت عليه واللي رحت ليه الكونترول هذاك هو. يا لو كان ندي واحد خير من اللي ندي زيرو، ندي زوج خير من ندي واحد، ليسونسيال نروح انا نقرا نجرب. وبالتالي والله كفاني الوقت تقريبا غطيت الدروس نتاعي بنسبه حتى 85% وكاين شي موديول اللي الغالب كنت نعاني صعوبات منهم وما الى ذلك، ولكنني والله العظيم الحمد نحمد ربي انني ما فشلتش نفسي بك الافكار وكنت نقول مهم نقدر نسيي المهم نسيي انا. داكور، اسما بغيتكم دروك حتى وبقات لينا بيريود قليله ان شاء الله ونرجعوا للقرايه وبيريود قليله ان شاء الله ونرجعوا لي كونترول ونديروا لي كونترول. بصح حتى لو ما بديتش بدا دروك ودير في راسك باللي المهم اللي ديته كافي، المهم تدي خير من اللي ما تديش كاع، ودير في راسك دائما باللي تقدر لها باللي انت انسان تقدر توصل واي حاجه تحطها في راسك تقدر تحققها. وان شاء الله يا ربي يوفقنا كاملين وخليكم الافكار السلبيه واشخاص سلبيين تاني اشخاص سلبيين اللي يعمركم راسكم بدوك الافكار اللي تخليك تفشل، وبالتوفيق ان شاء الله للجميع.